هل السوشيال ميديا تأثر على بقاء أو رحيل لاعب؟ يعني بالسوشيال ميديا يبكي لاعب في ناديه أو يجبر ناديه أنه يرحل؟ ده أنت بتسأل على الكلام ده في مصر ولا في العالم؟ في مصر. في مصر. العالم. في مصر حالة خاصة شوية. طبعًا. أول حاجة اللي بيحط دماغه مع السوشيال ميديا سواء بالإيجاب أو بالسلب هتأثر عليك بالسلب. يعني أنا كلاعب أعمل مباراة فلاقي بقى الناس كلها قاعدة بتكتب بقى تمام عمل معرفش إيه وأحسن واحد في الكون وأحسن واحد في البتاع، وبعد كده قصة الأرقام الرهيبة اللي إحنا بقينا عايشين في وسطيها دي لا ما بفهمهاش. يعني الارقام كتيره او اول جون في اول خمس دقائق واول جون في اخر خمس دقائق وجون ايه الارقام الكتيره دي؟ كره اسهل من كده بكتير. اقعد افكر في مارادونا دلوقتي، اقعد افكر جاب جون في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، انا بفتكر مارادونا عمل ايه؟ الكره الحلوه في ماتش ايه؟ يعني السوشيال ميديا دي صدق والله حلوه يا كابتن، اول مره الاحظ المزايده عشان احنا بنشارك فيها كلنا. طبعا. احنا طبعا مع التكنولوجي والكلام ده كله الارقام بقت سهله فيبقى نطلع ارقام، بس انت قلت حاجه لذيذه قوي اللي احنا كلنا بقينا مكان. شويه ارقام 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 وبنفتقد بقى المتعه. يعني دلوقتي لما بتيجي تفتكر مارادونا يا على الترقيصه الحلوه يا على اللعبه الحلوه، لكن انت اقول لك غصب عننا بسبب التكنولوجي. اقول لك على حاجه، انت بعد ما بنبطل كده خالص احنا كلاعبي الكوره تيجي تقول لي مثلا عايز اقول لك ارجع العب ماتش، انما مش هرجع اقول لك ارجع اشيل الكاس وقت ما خدنا الكاس او وقت ما خدنا او عايز ارجع مش عايز الحته دي، عايز ارجع اجيب 10 اهداف عشان ابقى الهداف التاريخي مثلا، ولا تفرق ان انا امسك الكاس في ايدي دي خالص. احلى متعه وانت بتلعب الماتش، كسبت او خسرت على فكره. يعني دلوقتي رجعني ماتش تاني كان حلو وخسرت فيه، اقول لك الايه اللعب نفسه هو ده اللي لازم نفتكره. فاللعيبه لازم يعني اي لعيب او مدير فني أو لازم يبعد تماما ان الناس تقعد تهلله او تبقى ضده، الاثنين هياثروا عليه بالسلب. انا بعمل شغلي اللي بحبه لان انا قدامي فتره صغيره جدا. لعيب الكوره هو البيك بتاعه هنقول 10 سنين ده بره، طبعا هنا في مصر اخرنا سنتين، هو كل لعيبه عنده اديله سنتين يعني ثلاثه. الليله اللعيبه اللي هي قعدت فتره كابتن عصام منهم، اللي هو قاعد مركز جدا لا بيهتم بالبروباجندا ولا بيهتم بتاع، راجل بيتمرن كويس جدا وعلى مستوى ثابت مثلا لمده 7-8 سنين بنفس المستوى. في لعيبه كده اللي هي بتدي في الملعب، فلما بتفتكر يقول لك ده كان لعيب كذا، ولا سالت على اي مدير فني يقول لك ده لا لازم يكون موجود، اللعيب ده لازم كنت العبه.